قدوميها قلها الشعب كاي برلمان كاي جمهورية دا الصومالية شيخ آدن محمد نور شيخ آدن مذوبع ايا كلان لقاتي مدحوين كوحيقين كا دولة قبلات كاي جبلان محمود سيد آدن ومال مهي لصودا في كسوغنا مقالة دا مقدشو اسلام اركان وجيد كسوعدا لكي سوو حاسدي حال وارا لوغو هيري لها قلاف كتاقن حلبا نظر لوغو سوكا دوتي مقالوين كاي الواقي قرب حري قبل كا قدو كواسو قدون كا برلمان كا الصومالي و أمر كبحيي إن أرنتو ده إنت اللي حاليني أين سو حاديري كرين كلا مدى برلمان كي جمهورية دا الصومالي و دوان دوران إياه مدحوينها ودن كا قدوميها قولها شعب كا مدن مدوب إيه سيدو كالي سيدادن هايا سيقارا وحاي ديرد أصارين أرمها قوسيي قبل كا قدو إيه سيدي حال وارا لوغو هيري لها سيدا وراركو أي تلمام هيان اللبادلنا ayaa hoga tusaaley hanaanka ay tahay in sharciyan xal waara lagu helo khilaafka xilibanada labada magaalo lagu soo kala doortay ee iska soo horjeeda war saxafadeed ka soo baxay gudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu xaqiijiyay in labada dhinac ay ka wada hadleen xaaladda guud ee dalku ku jiro gaar ahaan arrimaha doorashada وغليبها الدورشادة مدحوينها الجمهورية دا فدرال كأي لقرشيه إن عيدي عدرشان إيا طبان كبيشة ميه لباكون لباتان إيا لبا وحنا ورسحة فدادك اللقو حقيجي إن مدحوينها كوحيقين كدولة قبلاتك جوبالان محمود سيدادا كولان كوينتو سعودي وقدون كبارلمان كا كويو طبناد الجمهورية دا فدرال كا وغوهن بلييي قوشة أي قارين إيا كو عدن جيهين تا دورشادة دالكا إيا سيدي ودن كو يالن لها مدحوينها شرعية إسلام أركانا سيهو قامية هاولها قران إهور تبنت مدن ورسحافتات كان كسو بحي قدومية ها قولها شعب كاي بارلمان كالصومالية سي رسمية اللوغو مقيا حين نقولان كان وجيت كالرسمي قاح إيه ودارانا إيه ها عرينتا قبل كقدو إيه اللبضة دينا ودا هذا اللضة أي سميين نتيجة كسو بحضي سيهو البابا ها آتي قدومية ها قولها شعب كاي بارلمان كي جمهورية دا الصومالية آيا اللفلية إن مالماها سوء عدن وصوصار وقوان كالنبطة ku aadan sharci ahaan xilibanada lagu soo kala doortay magaalooyinka Ceelwaaq ee Garbaharri ee isla gobolka Gedo maadaama la gudagalayo doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda 16 ka codna ay yihiin xilibanadii xaq u lahaa inay codeeyaan oo madaxweynaha soo doortaan xulin dhacda sibe Muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland